التقدير والاحترام. شوفوه عند الأشقاء في المغرب النهاردة تجاه النادي الأهلي. النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي سألوا رأيك إيه في مواعيد دوري أبطال أفريقيا؟ دور قبل النهاية ومن ثم إن شاء الله دور النهاية. الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. وطبعاً أطراف الكونفدرالية كمان. النادي الأهلي تلقى اتصالات من جانب الأشقاء في المغرب إنه الوداد والرجاء عندهم أزمة كبيرة. في تفشي لوباء كورونا، الوداد عنده تأجيل ماتشات كتيرة، النسب هناك مرتفعة جدا، الوضع غير جيد. كان قرار النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي ما يخدم مصلحة الوداد من الناحية الاحترام للأشقاء وظروفهم، ومن الدواعي الإنسانية اللي هي أساس المنافسة الرياضية. كان ممكن النادي الأهلي يستغل الظرف ويتمسك بأن أنا هلعب بالميعاد المحدد، لكن الأهلي تعاونا منه وتقديرا منه للأشقاء في المغرب ولطبيعة المنافسة الرياضية وقيمها الإنسانية السامية عرض التأجيل أو رحب بالتأجيل ولم يمانح فيه. ده كان موقف النادي الأهلي اللي حملته الأستاذة حنان الزيني اللي مثلت الأهلي في هذا الكونفرنس. كانت النتيجة أنه الاتحاد الأفريقي بعد موافقة الأهلي والوداد والرجاء على التأجيل، وطبعا الزمالك تمسك باللعب في مواعيده، طلع قرار الاتحاد الافريقي اليوم بتأجيل مواعيد نهائيات افريقيا. 16 اكتوبر هيبقى الرجاء والزمالك في الدار البيضاء، وتاني يوم يوم 17 اكتوبر الوداد والاهلي في الدار البيضاء. يبقى الزمالك والرجاء والزمالك 16 اكتوبر، الوداد والاهلي 17 اكتوبر. العوده بعديها على طول باسبوع 23 اكتوبر في القاهره الزمالك والرجاء، 24 اكتوبر في القاهره الاهلي والوداد. والنهائي يبقى 6 نوفمبر في أرض محايدة لو كان فريق مصري مع فريق مغربي، لكن لو بإذن الله تعالى فريقين مصريين يبقى المباراة في القاهرة. لا قدر الله الكرة قالت كلمتها والنهائي مغربي خالص، يبقى في الدار البيضاء ميكس، يبقى 6 نوفمبر في مدينة محايدة. بمناسبة الوداد، النهاردة الوداد أقال مدربه جريد ومدرب الأهلي السابق بعد تدهور النتائج المحلية للوداد وتعادله بالأمس، علشان يختار مدرب جديد للفترة اللي جاية. وبمناسبة الوداد برضو، لأنه بمجرد ما الأهلي قال موقفه المساند واللي راعى في ظروف الأشقاء في المغرب، طلع البعض يقول لك طب وليه ما وافقتوش تأجيل مباراة الأهلي والمصري؟ سألت الكابتن سيد عبد الحفيظ. هنا بقى في ثلاث نقاط مهمة جدا أتمنى الناس تراعيهم. رقم واحد، اتحاد الكرة لم يستشر الأهلي خالص لتأجيل مباراة المصري. كنت هقول لك الحتة دي، يعني هو اتحاد الكرة أصلا لم يطلب رأي النادي الأهلي. بالظبط. كابتن سيد عبد الحفيظ وهو مدير الكرة، اتحاد الكرة بيأكد لي اتحاد الكرة ما طلبش رأي الأهلي في تأجيل مباراة المصري. رقم اتنين، الكابتن سيد قال لي اتصل بيا كابتن عبد الظاهر السقا مدير الكرة في النادي المصري، قال له أنا داخل على اتحاد الكرة، احنا عندنا قبل المباراه ب 48 ساعه عندنا عملنا الرابيد تيست، طلعت النتيجه 9 حالات اشتباه، فعايزين ناجل. فسيد قال له واحنا 8 حالات، لكن القضيه مش نتيجه الرابيد تيست، لانك انت المفترض ده مؤشر، لو اظهر لك صوره التحليل صوره الدم انك عندك حالات ايجابيه تروح رايح عامل مسحه كورونا فتتاكد نتيجة التست ده صحيحة ولا لا. قال له احنا عملنا بعد ما كان في 8 طلع 2 بين الإداريين، فما تاخدش بنتيجة الرابيد تيست. قال له لا ده عندنا 9، قال له ما انا بقول لك عندنا 8، اعملوا مسحة الكورونا وشوفوا النتيجة. المصري من الأول يا جماعة، من قبل ما المسألة تبدأ، وعنده رغبة شديدة لإلغاء بطولة الدوري، وكان المنطق المعروض واضح جدا وصريح. فكان اتحاد الكورة رفض أجل له ماتشين ورفض تأجيل ماتش الثالث، لكن فكرة إن الناس تهاجم الأهلي علشان وافق للأشقاء في المغرب ويقال إنه رفض للمصري، الأهلي لم يطلب منه الرأي في موضوع المصري، اتحاد الكرة هو اللي صمم وأصر على انتظام المسابقة وادي النتيجة. أستاذ إبراهيم، اتحاد الكرة ما رخدش رأي الأهلي لسبب إنه حط معايير، حدد لو في عدد كذا هأجل، عدد كذا هأجل، غير كده وأجل له قبليه، وغير كده لو الناديين اتفقوا مش هيسمع كلامهم. بالظبط.
انما هي مساله لتصدير المشاكل بينك وبين الجماهير الاخرى. هذه اللعبه التي بدات بالاسماعيلي ولن تتوقف، ثم مرورا بالمصري وغزل المحله قبلها والان المصري مجددا، مفيش مسؤوليه. يعني اللي بيردد هذا الكلام لازم يردد بمسؤوليه. احنا ما رحناش ابدا لاحنا كلام عن علاقه الجماهير بين الزمالك واي نادي اخر، لان عارفين ان ده خطر طبعا، عارفين ان ده مش صح طبعا، عارفين ان ده ملوش علاقه بالرياضه صحيح. انما احنا بنوصل الناس الى في اكتر من الدم. ايه تاني يا اخوانا؟ 74 شهيد. فاحنا يعني ارجو ان اللي عايز ياخد الاهلي يناقش بموضوعيه، واللي عايز يناقشنا موضوعيه. احنا مش هنعمل حاجه الا فيها فايده الرياضه وفايده اللي هي فيها فايده الرياضه تتسق مع النادي الاهلي، مصلحه البلد تتسق مع توجه النادي الاهلي. هو ده نهجنا، وهذا هو النهج المسؤول، لكن كله عكسه والصوره واضحه.